يعني انا مش شايف الصوره سوداء قوي كده، بالعكس انا متفائل يمكن لابعد مدى، لان باختصار كان في كده كلمه انا كنت بستنى دمها في تعريف الصحافه، يعني اساتذتنا طبعا اصلا فوكس كان بيقول لك ايه مهنه الصحافه مهنه البحث عن المتاهه. انا في تقديري ان مهمه الصحفي باختصار شديد جدا ان هو يكون عنده من العلم والدرايه بما يمكنه ان هو على الاقل يبقى سابق مجتمعه بخطوه، بحيث ان هو يستطيع ان هو يوصل بالناس لمنطقه ما يقدروش يروحوها لوحدهم. ممكن تحط بقى الدور ده تحتيه بقى مواجهه فساد، تحط تحتيه تهوير، تحط تحتيه كل الاعتبارات العظيمه. باختصار شديد الحاله الصحفيه في مصر، احنا بنمر او مرينا بتغيير سياسي عنيف استثنائي على مجتمع تركيبته السياسيه محافظه، مش كل يوم والتاني بيمر بتغيير سياسي. فجاه في 4 سنين شفنا 3 رؤساء غير سلطه حاكمه واخرى هي المجلس العسكري، يعني شفنا 4 ادارات للبلد. زي ما الاستاذ هشام قاسم كان بيتكلم في موضوع الانهيارات احتمال تحدث في 2015، انا تقديري ان الانهيارات دي هتبقى نهايه لخريطه اعلاميه، علشان خريطه اعلاميه جديده هتبدا بمصر بمفاهيم المرحله الجديده اللي احنا بنعيشها او هننطلق فيها. برضو من الحاجات الثانيه اللي يمكن الواحد بيستغربها شويه كلمه الاعلام الحيادي. مفيش حاجه اسمها اعلام حيادي، في حاجه اسمها اعلام موضوعي، لان الاعلام في الاساس هو اداه تاثير. احنا مشكلتنا بس هنا ان احنا ما بنبقاش واضحين قدام القارئ، يعني مثلا القارئ في الولايات المتحده لما بيجي يشتري البرنامج ده هو عارف ان البرنامج ده ترجمه اتجاه الجمهوريين او الديمقراطيين، وبيباشر هذا التوجه بمهنيه. هنا احنا بنختبئ خلف السطور ونترك للقارئ عناء ان هو يعرف توجهنا ايه بالظبط، غير ان في مؤسسات واسماء اعلاميه كثيره بتعاني من ازمه مصداقيه حتى من جراء ال4 سنين اللي فاتوا، اللي هم تنقلوا بسرعه شديده من معسكرات لمعسكرات اخرى، بينهم تناقض عظيم. يعني نفس الناس اللي ابكوا الرئيس الاسبق بعد خطابه الثاني هم اللي يوم 11 فبراير طلعوا وقالوا انتصرنا، هم اللي رفعوا الشباب بتاع تحرير للسماء، هم اللي بعد كده قدموا الاخوان للبلد وقالوا الاخوان خصم سياسي مش خصم ابنائي، هم اللي روجوا بعد كده المصطلح يسقط حكم العسكر، هم النخبه اللي حاولت تستدعي تاني ان القوات المسلحه تتدخل لانقاذ البلد، ونزلوا بشباب يناير لسابع ارض. اعتقد ان يعني كل التنقلات دي في 4 سنين تفقد هذه يعني المجموعه مصداقيتها مع كامل الاحترام لاشخاصه، لكن هي كانت مرحله جانوا ثمارها. واعتقد ان هم لو في مصطلح اسمه اسهل الثوره فهو ينطبق عليهم تماما. الاجور تضاعفت ل4 أو 5 مرات في ال4 سنين اللي فاتوا، مش بس مقدم البرامج لكن في الصناعه الاعلاميه ككل، سواء اعداد سواء صحافه، وقتها كانت الامور عاليه جدا. في لكن انا زي ما قلت في الاول انا مش متشائم، باللي جاي احنا فعلا عندنا يمكن دي احسنتها اكتر لما جينا ناس انا اعتمدت اكتر على الشباب اللي في كليه اعلام لسه متخرجين. طبعا في ازمه ثقافه فظيعه جدا، في ازمه في التاهيل بتاع الكوادر الجديده، لكن احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نتغلب على ده. حاجه اخيره، طبعا انا استفدت جدا من المؤتمر، ويمكن اتعاملت معاه على انه ورشه عمل اكثر منه مؤتمر، لذا كنت حريص في اليومين اللي فاتوا ان احضر يعني معظم الجلسات، وسعدت جدا بالتعرف على التجربه التونسيه.
لكن في تقديري مساله ان احنا نقارن الوضع الاعلامي في مصر بالتنظيم الاعلامي اللي راهن في تونس، يعني منهج المقارنه هنا يعني تهيألي ان هو في قدر كبير من الخلل مقارنه بحجم السوق الاعلامي في مصر، وحتى رغم عيوبه اللي موجوده دلوقتي